السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجع إليكم في فيديو جديد. فيديو راح نتكلم فيه عن حدث حوادث غريبة. قبل ما نبدأ المقطع، إذا كنت مو مشترك في القناة، اشترك في القناة وفعل زر التنبيهات عشان نوصل كل جديد. فكرة الحدث إنه يتكلم عن القرى اللي تستكشفها في بداية اللعبة، إذا تتذكرها يعني. في بداية اللعبة تستكشف اللي هي قرى القبائل، تحصل الجوائز. فهاي مثل الفكرة، بس انها تكون محترقة. طبعا هاي الحدث فترة مؤقتة، عكس مثلا القرى القبائل موجود على طول. فالطريقة ان انت تصغر الخريطة وبعدها تروح على استكشاف، وراح تشوف باللون الاحمر. اللي باللون الاحمر تختار اي واحدة وترسل لها الكشافة. مثلا راح نجرب هاي، ترسل الكشافة. فمثل ما نشوف قاعد يستكشف القرية. طبعا في عدة مهام، مثلا قتل البربر، او مثلا تدريب الجنود، او مثل هاي اللي طلع لي زيادة قوة القوات بمقدار 7500. فهاي تقدر مثلا تستخدم تدريب الجنود عشان تزيد القوات. طبعا هاي مدة المهمة 35 دقيقة، وقتل البربر مدة المهمة 20 دقيقة، وتدريب القوات 50 دقيقة على ما اتذكر، يعني على ما اعتقد. ففي عدة مهام، مثلا ما عجبتك، حسيت انها هي صعبة، تقدر ترفض وتشوف قرية ثانية. تقدر مثلا تكنسل، راح اكنسلها، ما راح اكملها لانه مو مجهز او مو ماخذ حرف تدريب القوات. طبعا مثل ما تشوفون هني، انا لعبت مهمة قتل البربر، حصلت شعلة واحدة. طبعا في هاي الحدث تقدر تلعب 15 مرة. اخر شيء، يمكن لكل حاكم اكمال 15 مهمة قروية كحد اقصى يوميا. فيعني راح تلعب اللي هو قتل اللصوص او قبض على اللصوص 3 مرات كل يوم، لان كل 5 شعلات تطلع لك اللصوص مرة واحدة. طبعا اللصوص اما تهجمهم بمنفرد او عن طريق الحشد. فراح نلعب باقي الحين، عندنا 4 مهمات عشان نشوف اللي هو نطلع اللصوص ونقتلهم. عندنا مثلا هاي المهمة، مطلوب منك ان تدرب 1500 وحدة الحصار مستوى 2 او اعلى، وهاي سهلة فراح اقبلها. طبعا راح استخدم التسريعات 30 10، وهني عندنا دقيقتين. مثل ما تشوفون كملنا المهمة. تكون بهاي الطريقة راح تحصل على الجوائز من هنا، اللي هو تجمع الجوائز اللي كانت طالعة لك ان انت راح تحصل هاي قبل لا تقبل المهمة. فتسوي لها الجمع، راح تشوفون ان هني صار 2 من 5. فحين نحتاج الى 3 مهمات نكملها عشان نطلع اللصوص. هاي المهمة 50 دقيقة المدة، اهزم البربر 50 مرة. لا ما تنفع، في مهمات افضل من هاي، مثلا تقتل 20 واقل. فهاي ما تصلح، 50 دقيقة راح يضيع عليك وقت، زائد راح تخسر نقاط حرب بشكل كبير، ما تنفع. هني عندك هاي المهمة زيادة قوة البناء بمقدار 15000. حاليا انا ما عندي مبنى قاعد يتطور، فما تصلح لي هاي المهمة، فراح ارفضها. وطبعا تتم بهاي الطريقة، انت بس عليك ترسل كشافة عشان تحصل المهمة اللي تناسبك او تحس انها هي سهلة. هني مثلا عندك اهزم البربر 30 مرة، بعد راح ارفضها. قم بتدريب 1500 وحدات الحصار مستوى 2 واعلى، هاي ممتاز راح اقبلها. فراح ندرب 1500، فكملناها. الحين باقي لنا مهمتين ونطلع اللصوص. قم بتدريب 1500 وحدة الرماة مستوى 2، قم بتدريب 1500 وحدة المشاة على المستوى 2، قبول. فمثل ما تشوفون حصلنا 5 شعلات او كملنا 5 مهمات، وطلعوا لنا اللي هو هاي اللصوص. هاي الطريقة راح اهجم عليهم هجوم منفرد، هجوم عادي. فاخذنا الحرف، حاليا راح اهجم. طبعا هو مو ضروري، بس انا اخذت احتياطا، خاصة انت متأكد انه تقدر يعني 70000، هي كلش شي سهل وسخيف. فهاي الجوائز اللي حصلت عليها، اللي هو طعام، تسريع المباني 30 دقيقة، مفتاحين ذهبيين بالإضافة إلى علاج لمدة 3 ساعات، وهي أوراق الخيزران. هاي كان كل الفيديو، شكرا على الدعم.
إذا كنت مو مشترك اشترك في القناة، عطني لايك إذا عجبك المقطع.